ثلاثي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للتعليم منضوية تحت لواء مرسيدتي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مناضلات ومناضلي هذا التحالف النقابي الذي نمكن أن يكون عتيدا وصامدا دائما في هذا الإقليم وما حصل يوم انتخابات مناديب تعارضية يعني كان مؤشر خير على أن النقابات التعليمية بطنجة أصيلة حية النقابات التعليمية بطنجة أصيلة لها غيرة على الشغيلة التعليمية وعلى القطاع التعليمي إذن حتى أكون يعني مختصرا لكلامي من الأول يأتي سياق هذه الندوة الصحفية والتي أود أن أشكر نساء ورجال الإعلام على حضورها خصوصا الإعلام المحلي بمدينة طنجة يأتي سياق هذه الندوة الصحفية كما تعرفون على غرار ما حدث يوم انتخاب مناديب تعاضدية ذات صلة بقطاع التربية الوطنية إذن ما حدث يوم انتخاب المناديب التعاضدية هو كان ردة فعل من طرف يعني المرشحين ومن طرف النساء ورجال التعليم تجاه تجاوزات وخروقات تمت في حق العملية الديمقراطية ككل وتمت في حق النساء ورجال التعليم حيث شاهدنا مجموعة من الممارسات ومجموعة من الخروقات التي لا تمت بأي صلة لهذا القطاع. الواقع كما تعرفون أن تم إلغاء الانتخابات يعني بمحضر وسوف تعاد الانتخابات فيما بعد. كما تتبع الرأي العام التعليمي منظمة التعاضدية العامة للتربية الوطنية انتخابات جديد المناديب الربع الوطني ما لاحظته ولذلك حنا نقولوا هذه واحد الحجرة ألقيناها في بركة آسنة فيما وقع يوم خسارة وللأسف واحد مجموعة من الأفعال اللي حنا كنشجعوها وندينوها من الاعتداءات اللي طالت نساء ورجال التعليم بشكل تدافع وهنا كنعبروا على التضامن ديالنا مع الأخ اللي تعرض لواحد نوع من الاعتداء اللي ولا نقبله ونرفضه. أريد مجددا كلام بيدي أخوان حاضر في المناظر الإعلامية نساء ورجال التعليم إخوان أخوات الحاضرين لا يمكن أن تجرى انتخابات بنظام أو بقانون لا يعرفه الناخبون هذا أول نقطة ثاني نقطة قالوا في هذا البلاغ بأن ستنشر الدوائر ديال الناخبين لحد الآن لم تنشر هذه الدوائر النقطة الثانية قررنا لموعد الانتخاب تحددنا مكاتب الانتخابات طنجة أصيلة عرفت في السنة الماضية يونيو 2021 انتخابات لجان ثنائية العضو في الفيدرالية الديمقراطية الشغل إذن الندوة الصحفية اليوم هي من إنجاز تنسيق ثلاثي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء لاسيديتي والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. السياق ديال هذه الندوة جاء بعد إلغاء انتخاب مناديب التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية بالفرع الانتخابي طنجة أصيلة الفحص أنجرة. تم هذا الإلغاء بعد ضبط عمليات كثيرة للتصوير من طرف مرشحين ينتسبون لنقابة معينة تتحكم في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية. إذن حنا من بعد ما تم هاد العملية ديال إلغاء الانتخابات واللي جات نتيجة ديال تكسير الصندوق في واحد العملية ديال التدافع اللي كان يعني هي نتيجة أصلا لوجود الانتخابات في مكتب تصويت لا يليق بنساء ورجال التعليم اللي كان فيه تقريبا 5 على 3 وحنا عندنا 4000 ناخب.
إذا هذه أمور ما يمكنش القبول ديالها. إذا اليوم حنا كتنسيق ثلاثي تنقولوا أن لابد من الديمقراطية. أولا كل مرشح من حقه يكون عنده المراقب ديالو في الانتخابات. جوج أن المحاضر اللي غادي تدار ضروري أن يتسلموها المرشحين، وما يمكنش تبقى عند الناس ديال التعاضدية فقط. ثالثا يجب مراسلة المدير الإقليمي باش التعاضدية يعني تأخذ واحد المؤسسة تعليمية كبيرة باش تكون فيها الانتخابات، لأن كيف يعقل في اللجان الثنائية كانت 18 مؤسسة اللي كان فيها الانتخابات، ولكن اليوم يعني في التعاضدية ونفس العدد الناخبين زائد الناس اللي هما متقاعدين يعني كيتم مكسب واحد. كذلك أشير أن التعاضدية العامة قصات واحد العدد كبير من الأساتذة والأستاذات اللي هما مساهمين واللي هما الأساتذة المفروض عليهم التعاقد. إذا ما خصناش ننساو كان عندنا التضامن ديالنا مع الأساتذة. إذا يجب تغيير قانون التعاضدية لأنه هو اللي عطانا هذا الفساد وعطانا هذه العمليات ديال التزوير الكثيرة والكبيرة واللي كانت في المغرب كامل، ولكن في الفحص أنجرة طنجة أصيلة تم التوقيف ديال هذه العملية هذه بفضل المناضلات والمناضلين. إذا حنا غادي نبقاو متبعين العملية كتنسق ثلاثي نقابي داخل إقليم طنجة أصيلة الفحص أنجرة إلى أن تتم الأمور يعني في شفافية تامة وفي عملية ديمقراطية سليمة. وتحياتي لكم.